بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الكافي عن فقه المواريث وقسمة التركات، ومر بنا بأن القرابة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة هم ميراث أو هو ميراث ذوي الأرحام، يعني إيه القرابة؟ لكن لا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، وإنما يرثون لكونهم من ذوي الأرحام، مثل أبو الأم ومثل العمة والخالة وبنت الابن وبنت البنت وبنت الأخت وما أشبه ذلك، فهؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، وإنما هم من ذوي الأرحام. فمثلا البنت نقول ترث أحيانا بالفرض النصف، أو تشترك مع أخواتها بالثلثين، أو ترث بالتعصيب إذا كانت عصبة مع الغير، يعني مع أخيها، البنت مع الابن. وكذلك أيها الأحباب، الأخت ترث أحيانا بالفرض، ترث النصف، وقد ترث مع أخواتها الثلثين، وقد ترث بالتعصيب مع أخيها أو مع بنت الميت، مع بنت أخت أخيها إذا كانت عصبة مع الغير. لكن الآن، ما هو ميراث العمة؟ وما هو ميراث الخالة؟ وما هو ميراث بنت البنت؟ وما هو ميراث أبي الأم؟ وما هو ميراث العم من الأم؟ وهكذا. هؤلاء هم ذو الأرحام، وقد قال الله فيهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كيف نتعامل مع الورثة؟ قلنا إذا كانت بنت نقول لها النصف، وإذا كان بنتين نقول لهن الثلثين، وإذا كان معهن أخوهن نقول لهم المال بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت أم نقول لها السدس، أو نقول لها الثلث، أو نقول لها ثلث الباقي في المسألتين العمريتين الغراوين. لكن إذا كان أبو أم كيف نتعامل معه؟ وقد يسميه علماء الفرائض أبو الأم، يسمونه بالجد الفاسد، بالجد الفاسد، لأن الجد عندنا هو أبو الأب، الجد الصحيح أبو الأب، وأما أبو الأم فيسمونه بالجد الفاسد. فعندنا أيها الأحباب الأخت، قلنا ترث النصف أحيانا، وترث مع أخيها، وترث مع البنت عصبة مع الغير، لكن إذا كانت، يعني إذا كانت هذه الأخت، يعني إذا كانت بنت أخت، فهل ترث مثل أمها؟ نقول ذوو الأرحام يقول العلماء يرثون بالتنزيل، بالتنزيل، ومعنى التنزيل أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، من أدلوا به. فعندنا بنت بنت نقول ترث بمنزلة البنت، وعندنا بنت أخت نقول ترث بمنزلة الأخت، هذا ذوي الأرحام ليس فرضا ولا تعصيب.
لأن الفرض قلنا نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود. والتعصيب قلنا بأن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. لكن الآن عندنا بنت، عندنا بنت أخت، عندنا بنت أخ، قلنا يرثون بالتنزيل، بمعنى ينزلون منزلة من أدلوا به. فبنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت الأخت تنزل منزلة الأخت، وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، والأب أبو الأم ينزل بمنزلة الأم، وكذلك الخالة تنزل بمنزلة الأم، وكذلك العمة تنزل بمنزلة الأب، وهم جميعا ينزلون منزلة من أدلوا به. قد يفهم بعض الناس يعني فرضا أو يعني يورثهم تعصيب، نقول لا، فبنت الأخت أو بنت الأخ ليست من الوارثات، وإنما هي من ذوي الأرحام. إذا انتهوا أهل الفرض وانتهوا أهل التعصيب ولم نجد منهم، التفتنا إلى ذوي الأرحام. وقلت مرة بأنه سألني أحد الإخوة، قال بأن فلانا مات وترك بنت أخيه وابن أخيه، وطلبوا مني يعني من السائل، وطلبوا مني أن أقسم بينهم، فقلت ما دام عمهم جميع اللي مات فللذكر مثل حظ الأنثيين. قلت لا، أخطأت أيها الأخ. قال وكيف ذلك؟ قلت ورثت بنت الأخ، وبنت الأخ لا ترث شيئا مع ابن الأخ، لأن الوارثات من النساء سبع، الوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم معتق وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، لكن بنت الأخ وبنت الأخ ليست من الوارثين، وإنما هي من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به. ومعنى منزلة أن بنت البنت تحل بمنزلة البنت، وبنت الأخ تحل بمنزلة الأخ، والخالة تحل بمنزلة الأم، والعمة تنزل بمنزلة الأب، وهكذا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، حيث ألف رحمه الله قلنا أربعة كتب. ألف أولا العمدة وهي للطلبة المبتدئين، ثم ألف بعد ذلك المقنع لمن سار وقطع شوطا في طلب العلم، ثم ألف الكافي لمن قطع مرحلة طويلة في البحث والاستذكار، ثم ألف آخر شيء ألف المغني لمن حباهم الله المعرفة وبعد النظر والاستذكار. وكتابنا الآن الذي نقرأ فيه هو كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، وقراءتنا في ميراث ذوي الأرحام، في ميراث ذوي الأرحام، ويذكر خلاف العلماء في ذلك عليهم جميعا رحمة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وطريق توريثهم بالتنزيل. وطريق توريثهم يعني ذوي الأرحام بالتنزيل، قالوا بنت أخت من ننزلها؟ ننزلها منزلة من أدلت به، وهي أدلت بالأخت. بنت أخ ننزلها بمنزلة ابن الأخ لأنها ورثت بسببه. جد أبو الأم قرابته من ناحية الأم فننزله منزلة الأب. العم لأم بمنزلة الأب، وهكذا. نعم. أن تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من واضح العبارة شيخ علي؟ واضح. يعني هنا أخت وهذه بنت أخت، بنت الأخت أدلت للميت بالأخت، نجعلها منزلة الأخت. بنت الأخ أدلت للميت بمنزلة الأخ، نجعلها بمنزلة الخالة. أدلت عن طريق الأم، نجعلها بمنزلة الأم. كذا شيخ عبد الله؟
العمة عدلت بالأب نجعلها بمنزلة الأب، فيقول إنهم يرثون بالتنزيل، بمعنى ينزل كل واحد منهم الشيخ أحمد بمنزلة من أدلى به. واضح؟ نعم. أن تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوراث، فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت. هذه النتيجة، فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت. لو عندنا بنت نقول بنت البنت ما ترث، ولو عندنا مثلا أخت نقول بنت البنت ما ترث، وإنما ما عندنا أحد إلا بنت بنت. تقول جدي لأمي، ليست من الورثة، ليست من أهل الفرض يا شيخ صديق، وليست من أهل التعصيب، فنجعلها بمنزلة من أدلت به وقد أدلت بالبنت. وبنت الأخ أدلت بالأخ، وبنت العم أدلت بالعم، وهكذا. نعم. وبنت الإبن بمنزلتها، وبنات الإخوة بمنزلة آبائهن. ويحصل هذا كثير. أنا أذكر هنا كان في المحكمة جاني شخص أشخاص وقالوا إن خالنا توفي، وخالهم هذا يقولون كان يشتغل في كسوة الكعبة، رجال يطرز في كسوة الكعبة ومهندس تطريز وكذا، وأنه ورث بيت كذا، ورث ورث، ونحن أولاد أخته ونحن ورثته. قلنا زين نتحقق، فقيل لنا بأنه من بلاد بعيدة هو الرجل هذا أصله، وأن له أقارب يأتون للحج وينزلون ضيوفا عليه للقرابة. فإذا كان الأمر كذلك وهو إذا كان صحيح فهم لا يرثون، لأن هؤلاء الأقارب هم عصبة، هم أولاد عم مثلا أو أولاد عم عم أو ابن كذا، فيقولون أقاربه يأتون من بلادهم تلك وينزلون عنده ضيوفا فيحجون ويعودون. فطلبنا التأكد من هذه المقالة، فإذا كان له شيء، فإذا كانت هذه الرواية صحيحة، فأولاد أخته ليس لهم من الميراث شيء. نعم. وبنو الأخوات وبناتهن بمنزلة أمهاتهن، والخال والخالة أخوات يعني ابن أخت، وبناتهن يعني بنت أخت، تقول له يا خال، فالبنت الأخت تقول له يا خال، فهو خالها، تنزل بمنزلة الأخت، تنزل بمنزلة الأخت. والخال والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة في الأم. طرفة طرفة قرأتها البارحة في أحد العلماء، يقول زارتني بنت أختي وجلست عندنا أيام، يقول فتكلمت مع امرأتي، وهذا يعني في حوالي سنة 200 وكذا من الهجرة، يقول فتكلمت مع زوجتي وصار بينه وبين زوجتي علاقة وود واحترام، وبعدين قالت لها يا زوجة خالي هنيئا لك، هنيئا لك بأن الله يسر بأن يكون زوجك خالي، أنت ما عندك لا ضرة ولا سرية، يعني ما جاب زوجة ثانية عندك أو ثالثة أو رابعة، ولا سرية التي تشترى وهي الجارية، أنت ما عندك لا ضرة. يقول زوجة الخال هذه عندهم في البيت دواليب ومملية كتب، قال تسمعي يا بنية والله يا هذه هل ترين هذه إن أضر علي من ثلاث ضرائر ومن كذا من السريات، لأنه منشغل. هي تقول هنيئا لك ما عنده أحد غيرك، ويكون حديث بينكم وجلسة وسمر وكذا وكذا، لا لا لا، هالكتب اللي تشوفين ذولي أضر علي من ثلاث ضرائر ومن سريات، لأنه منشغل بهن، من يعني من يصلي العشاء إلى أن صلاة الفجر وهو بين كتاب وقراءة وكذا. يقول ذكرها الرجل، يقول زارتنا ابنة أختي وقالت كذا وكذا. نعم. والعمات والعم من الأم بمنزلة الأب. نعم. وعن أحمد والعمات والعم من جهة الأم بمنزلة العمات أخوات الأب، والعم من جهة الأم بعد كذلك بمنزلة الأب. نعم.
وعن أحمد رواية أخرى أنه أباه، وعن أبي عبد الله، وعن أبي عبد الله شيخ صديق. من هو، من يعني بأبي عبد الله؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل يقول وعن أبي عبد الله نعم رحمه الله. رواية أخرى أنه تنزل العمة منزلة العم، لأنه روي عن علي رضي الله عنه والأولى أولى، والأولى نعم، والأول أولى نعم، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري أن عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب، العمة بمنزلة الأب نعم، إذا لم يكن بينهما أب، إذا لم يكن بينهما أب. طيب، العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، يعني إذا كان الأب موجود العمة ما لها ميراث، وإذا كان الأب غير موجود فالعمة بمنزلته ترث ميراث الأب. كذا شيخ أحمد؟ العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا ما كان بينهما أم، فإذا وجدت الأم الخالة ما لها شيء كذلك، وإذا وجدت الأم الجدة ما لها شيء، فمن شروط ميراث الجدة عدم الأم نعم. والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم، ولأن الأب أقوى جهاتها فنزلت منزلته، كما أن بنت الأخ تدلي بأبيها لا بأخيها، كما أن بنت الأخ ما تدلي بابن الأخ وإنما تدلي بأبيها وهو الأخ. عندنا الآن بنت أخ، وعندنا أخ، وعندنا ابن أخ، فبنت الأخ تدلي بأبيها وهو الأخ، ولا تدلي بأخيها الذي هو ابن الأخ نعم. وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها نعم. وإذا انفرد ذو رحم ورث المال كله، إذا انفرد ذو رحم قالوا ما عندنا إلا بنت بنت، ما عندنا إلا بنت أخت، ما عندنا إلا عمة، ما عندنا إلا خالة، ما عندنا إلا جد من قبل الأم، فإذا انفرد ذو الرحم أخذ جميع المال، مثل العاصب إذا انفرد ابن 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 عم بالجد العشرين نقول له جميع المال نعم. وإن اجتمع منهم جماعة فأدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة فالمال بينهم، يعني على بنتين أخت أو بنتين أخ أو بنتين بنت، بدل واحدة أكثر من واحدة، إذا اجتمعوا اشتركوا وتساووا فيما بينهم لأن درجتهم واحدة نعم. فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه، فإن أسقط بعضهم كأبي الأم والأخوال. شيخ عبد الله، وش شيخ عبد الله؟ فإن أسقط بعضهم، وش نعرف بعضهم؟ وش نعرف بعضهم؟ فإن أسقط بعضهم، إيه رحنا نسيت نعم، لا فإن أسقط بعضهم وش عرب بعضهم؟ فاعل. طيب نسألك اللي سألناك عنه قبل، الفاعل قل يا بني، قل الفاعل، كمل الفاعل الذي كمرفع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. وش يشير في هذه يا شيخ صديق، وش يشير في قوله وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند؟ إلى لغة أكلون البراغيث، وهي لغة شاذة
حيث يقول وقد يقال وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند وإنما الفاعل هو الواو الجمع وألف التثنية. نعم. أسقطت الأخوال بأبي الأم لأن الأب يسقط لأن الإخوة. الأب يسقط الإخوة، عندنا أب وإخوة يسقطهم. وأنا ذكرت قبل أمس أظن قلنا الإخوان اللي جوا عندي في قضية أب وأم وما جوا من الإخوة، فقلنا في الصك قلنا يعني ثبت وفاة فلان وانحصار إرثي في والده فلان ووالدته فلانة وله جمع من الإخوة، وختمنا الصك مسألتهم من ستة، الأم لا السدس والباقي للباقي. الإخوة قالوا لا حنا، قلت أنتم ما لكم شيء. قالوا لماذا؟ قلت لأن الأب يحجبكم. قالوا لماذا ذكرتنا في الصك؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف من ذكركم في الصك أنكم زحزحتم الأم من الثلث إلى السدس، لولا وجودكم لقلنا المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والأب له الباقي وهكذا. فيقول هنا لأن الأب يسقطهم يعني يسقط الإخوة، ونضطر لذكرهم. لماذا يا شيخ صديق نذكرهم؟ ليزحزحوا الأم من الثلث إلى السدس، لأنه يعني تبين أن المسألة فيها جمع من الإخوة، لو عندهم أخ واحد والإخوة هؤلاء الذين يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، لا يشترط أن يكونوا وارثين ولا يشترط أن يكونوا ذكورا ولا يشترط أن يكونوا ذكورا، وأيا كانوا وارثين أو محجوبين ذكور أو إناث، والجمع هنا اثنان فأكثر. نعم. وإن كان بعضهم أقرب من بعض سقط البعيد منهم. إذا كان مثلا ابن ابن أخت وابن أخت، وإن كان مثلا بنت 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 والثانية بنت بنت، فبنت البنت تسقط البعيدة وهي بنت بنت البنت. نعم. كما يسقط بعيد العصبات بقريبهم. كما يسقط بعيد العصبات بقريبهم. نعم. وإن لم يسقط بعضهم بعضا قسمت المال بينهم على حسب مواريثهم منه. نعم. فتقول في ثلاث عمات متفرقات المال بينهن على خمسة لأنهن أخوات أب، فكان ميراثهن كميراث ثلاث أخوات للميت متفرقات، وإن كان ثلاث خالات متفرقات فكذلك لأنهن أخوات لأم. فإن اجتمع ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات نزلت العم نزلت العمات أبا والخالات أما، يعني جعلت العمات بمنزلة الأب وجعلت الخالات بمنزلة الأم، هذول ثلاث وذول ثلاث، نزلت العمات بمنزلة الأب ونزلت الخالات بمنزلة الأم. نعم. فجعلت الثلث للخالات على خمسة. نعم. والباقي للعمات على خمسة، فتجتزئ بإحدى الخمسين وتضربها في ثلاثة تكون خمسة عشر، للخالة التي من قبل الأبوين ثلاثة أسهم، وللخالة من الأب سهم، وللخالة من الأم سهم، والعمة من الأبوين ستة، وللعمة من الأب سهمان، وللعمة من الأم سهمان. وإن كان ثلاثة أخوال متفرقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين كثلاث إخوة متفرقين، وإن كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فللذكر والأنثى سواء لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. يعني الإخوة من الأم ما في فرق بين الذكر والأنثى، الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة من الأم فذكرهم وأنثاهم سواء لا فرق بينهم. لذلك نقول في أهل السدس نقول الأب
أهل السدس سبعة: الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الإبن، الأخت من الأب. السابع نقول ولد الأم، ما نقول الأخ من الأم ولا نقول الأخت من الأم، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، فنقول ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى، فهو يقول هنا لا فرق بين الذكر والأنثى. نعم. كولد الأم. وعنه أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. رواية ثانية، لأن قلنا إن الكتاب هذا يذكر غالبا روايتين أو أكثر، لأنه مخصص لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في طلب العلم والمذاكرة ليبحثوا، وإذا وصل الإنسان إلى نتيجة واجتهد وحكم به فحكم القاضي، عندنا قاعدة، حكم القاضي يرفع الخلاف، حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. كولد الأم. وعنه أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم فرع على ذوي الفروض والعصبات، فثبت فيهم حكمهم. وقال الخرقي، الخرقي من علماء الحنابلة، نعم، يفضل الخال على الخالة دون سائر ذوي الأرحام، وإن أدلى جماعة بجماعة فاقتسم المال فاقسم المال بين المدلي بين المدلى بهم على ما تجبه الفريضة. بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به، فهو لمن أدلى به، فإن سبق بعضهم إلى الوارث فهو أحق بالمال، ويسقط به البعيد إن كان من جهة واحدة، وإن كان من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أو لم يسقط. فتقول في بنت وبنت أخ لأم، المال لبنت بنت البنت. والجهات، الجهات عندنا الجهات في الورثة، نقول بنوة وأبوة وأخوة وجدودة وبنو أخوة وعمومة وولاء. الجهات ست في جهات الإرث، نقول بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة، ما نقول ثم جدودة ثم أخوة، لا، ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولا. فأحيانا ناتي بثم وأحيانا ناتي بالواو، فنقول بنوة ثم، ونقول جدودة وأخوة لأنهم جهة واحدة، ويقول فيها ابن مالك والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال وهكذا. نعم. والجهات أربع: الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة. وإن اجتمعت بنت أخ وعمة فالمال للعمة، لأنها بنت أخ وعمة، لأن العمة بمنزلة الأب، والبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأخ لا يرث شيئا مع وجود الأب. نعم. فالمال للعمة لأنها بمنزلة أب، وهو يسقط من الأخ، وهو يسقط الأخ، ومن نزلها عمًا أسقطها ببنت الأخ، لأن الأخ يسقط العم. وإن اجتمع بنت أخت وابن وبنت أخت أخرى فللواحدة حق أمها النصف، وللأخرى وأخيها حق أمهما النصف. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.